السلام عليكم. اليوم راح نعمل ثلاث خدع كثير حلوين راح يعجبوكم. بدنا نحكي شيء. اول شيء السحر، ما في شيء اسمه سحر، في شيء اسمه خدع سحرية. واليوم راح نعمل ثلاثة منهم راح يعجبوكم كثير، بتمنى يعجبوكم تعملوهم قدام رفقاتكم. طيب اول خدعة هي خدعة الأم. نحطهم هالشكل، تعملهم هيك، كله ولا اللي حضرك سحب ورقة. نقول هو سحب ورقة، بتحطوا لي اياها، تجمعوه تقصمهم، بخليها هو معه تقصون. بتشوف هون 8، تحطهم هيك، بتقله حط، بيحطها وبتحط هون. شو قلنا؟ 8 اخضر، بتحطهم هيك، بتقله اني هلا رح اعرف لك اي ورقة انت اخترتها. بتقول الورقة اللي انت اخترتها هي هاي، وراح يتفاجأ كتير لانه هذه مجربة انا وماشي حالها، وهيني عملتها قدامكم وعلمتكم عليها. اتمنى تكون عجبتكم. للخدعة التانية رجعنا لكم لتالت خدعة. تالت خدعة بتطمن بس انا، بس انا هلا رح فرجيكم كيف رح احمل القلم بإيد واحد. طيب خلينا نشوف. ترى عادي بتحمله هيك، والسر فيها انه انت بتكون حاطط اصبع هيك، فانت بتعمل له هيك بفكر رفيقك انك انت عم تحمله بايد واحد. خلينا ننتقل للخدعة التالتة والاخيرة. رجعنا لكم للخدعة التالتة والاخيرة. الخدعة التالتة بتتضمن بس دبوس وتلفون، فانت طلعوا كيف راح افتح وبتركوا خرجوا بتترك جوجل بوجل. طلعوا كيف راح طلع جوجل بوجل. القصة فيها انه انت بتكون بتجيب التجزئة، تحطوا لهيدا هيك بهالشكل، بهالشكل هيدا، وبتحطوا التجزئة عليه. انت بتعمل له هيك ببين جوجل بوجل، بتعمل له هيك يختفي هيك بهاي الشكل، يكون هو هيك فما ببين. شايفين كيف ما ببين؟ المهم هيدي خلصت تالت حل، تالت فقرة. أتمنى يكونوا عجبوكم هودي الخمس الثلاث خدع، ونتمنى تحضرونا وتشاركوا معانا وتكبسوا اللايك. وللحلقة الجاي من اختراعات سهلة وسحر رائع، ودا عنكم.